بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بحضراتكم للمرة الثانية في المحاضرة رقم 2 أو ليكتشر 2. هنا النهاردة زي ما وعدنا حضراتكم في اللقاء السابق اللي اتكلمنا فيه على علامات الترقيم، النهاردة بنتكلم في عجالة، مش هطول على حضراتكم عشان عارف أنت محتاج كل دقيقة تقدر تستخدمها في المذاكرة بتاعتك. احنا هنتكلم الان على الباسج اللي هو بيجي لحضرتك قطعتين، وانت بتكون محتاج انك انت ايه تقرا وتحصل على درجات عاليه في هذه القطعه. ولكن من خلال خبرتي في التصحيح ووضع الامتحانات لاحظنا انه الاتي: ايه الحياه المهمه والنصحه والنصائح اللي هي ممكن تفيد الطالب في هذه الجزئيه؟ بلاحظ ايه الاخطاء اللي بيقع فيها الطالب. واحد، يبدا يقرا في ناس يبدا ايه يدور على الاسئله الاول، يبص على الاسئله فين تحت ويبدا يدور على الاجابات. الكلام ده ما بي... لو نفع مره ما بينفعش الثانيه، لو جت معاك بالصدفه في مره ما بتنفعش في الثانيه. دي واحد. اثنين، في ناس يبدا يقرا يجي عندي كلمه صعبه يروح واقف ويفضل يعيد ويزيد، تنفع ولا ما تنفعش، تنفع ولا ما تنفعش، ولاقي الوقت بتاعه ايه انتهى وراح منه وما عرفش يحله. في الاخر يختار نظام حادي بادي كرنب زبادي وعدي على كده، وده الكلام اللي احنا مش عايزينه السنه دي. بص انا يعني عملت لك كده كام نصيحه ممكن حضرتك تستخدمهم وتعرفهم معايا. واحد، اول ما تخش على ورقه الامتحان وبص على القطعه، أول حاجة أعمل لها قراءة استكشافية اللي هي الإسكان، اللي هي قراءة سريعة. القراءة السريعة دي إيه؟ بتعمل ألفة بينك وبين القطعة، دي واحدة. الحاجة الثانية، أنا بفهم يعني فكرة عامة عن القطعة بتحكي عن إيه؟ القطعة دي بتحكي عن إيه؟ بس. لكن أنا عايز المرة الثانية بقى إيه؟ عايز شوية كده أشوف اللي هي بيسموها الخطوط العريضة، مش الأحداث الصغيرة، الخطوط العريضة اللي هي العناوين. كل باراجراف بيتكلم عن عنوان معين. فاكرين لما احنا علمناكم ازاي تكتب الباراجراف كنا بنقول لك حاجة اسمها التوبيك سنتنس. التوبيك سنتنس اللي هي الجملة الرئيسية او الجملة الأساسية في اي باراجراف بيبقى الأولانية. مين خلالها يعني ايه يفهم القارئ، يفهم القارئ انت ناوي تكتب عن ايه، بتحكي عن ايه. خلاص، فيعني زي ما بيقولوا كده يعني ايه حلاوة المجلة من عنوانها، يعني زي الجواب من عنوانه. لما انت تقرأ تعرف ده جاي من فين وبيتكلم فيه. يعني انت لو بعت لك جواب فلان اقول ده عارف عايز يتكلم عن كذا وكذا وكذا. قريت المرة الأولانية اسكان، ما توقفتش كلمة صعبة ولا كأني شايف عامل نفسي كده ايه جاي من بنها ولا شفت أي حاجة في الموضوع. تعمل ايه يا عم؟ قال اقرأها مرة تانية، بس المرة دي ابدأ ايه تمعن، طلع الفكره بتاعت كل باراجراف وبيحكي عن ايه ومحاور الاحداث. لغايه دلوقتي انا ما قلت لكش ايه كلمات صعبه، الكلمات الصعبه وارده ورد. اوعى تفتكر ان هم هيجيبوا لك قطعه مجرد انك تبص لها كانت تلاقيها تدوب كده زي السكينه في البسبوسه، مفيش الكلام ده. ده انت لازم تقرا تماما وبتمعن. بعد ما قريتها المره الثانيه اقرا النص قراءه بطيئه. خلي بالك القراءه راح تاخد معاك 5 دقائق اللي انا بقول لك عليها، تقول فاضيين هنقعد نقرا ونعيد ونزيد. اقرا النص بقراءه بطيئه وحط خط احمر تحت ايه الجمل اللي انت شايفها بتضيف لك معنى، بتوضح لك معنى. طيب بعد كده، بعد ما قريت وفهمت وطلعت الافكار، ابدا السؤال اقراه بتمعن، اقراه بفهم. لانه انت لو قريت نص السؤال ورحت تجري تجاوب ممكن في نهاية في جزئية تاني جاية في آخر السؤال حضرتك تتوه منك تروح في ده. اقرأ كويس لأن فهم السؤال عليه نص الدرجة. خلي بالك عشان الحتة اللي قلناها في الأول إنه السؤال بتاع حضرتك، السؤال إجابته ممكن السؤال تكون السؤال رقم واحد تكون إجابته في الفقرة الأخيرة. خلي بالك مش معنى السؤال رقم واحد يبقى الإجابة بتاعته هتكون في الفقرة الأولى، ده ممكن تبقى في الثانية في الثالثة في نصها، ممكن ما تكونش في أي حتة خالص. عايز حضرتك تفهم اللي احنا قلنا أسئلة الفهم وأسئلة الابتكار والتطبيق والاستنتاج.
طبعا زي ما انا قلت لك لا تنشغل بالكلمات الصعبه، هي وارده، اهتم بفهم المعنى العام، افهم المعنى العام. طبعا لا تعتمد بسابق معرفتك، زي ما انا بقولها تاني وتالت ورابع وخامس، حضرتك ما يعني ايه ما الكلمات يعني بيقبلها اكتر من معنى، بيقبلها اكتر من معنى زي ما هنشوف كده مع بعض، يعني لها اكتر من معنى. قال لي حضرتك الجوابات اللي قدامك او الخطع اللي موجوده قدامنا دي ممكن تقبلها اكتر من معنى، يعني الكلمه اللي انت حافظها بمعنى معين في القطعه هنا ليها معنى تاني مختلف تماما. عشان كده انا بقول لحضرتك تخلي بالك من اللي احنا هنشوفه مع بعض. تعالى نشوف القطعه دي بتحكي عن ايه كمثال، ونشوف كده ايه هيدينا الكومنت بتاعنا اخباره ايه. زي ما حضراتكم هتشوفوا كده معايا، انه نشوف نظهر الصوره الاول عشان ايه نشوف هنعمل ايه فيها دي. تعال بص كده معايا، ادي قطعه من القطع متكونه من 4 باراجراف، يعني السي متكون من 4 باراجراف مش عارفين بيحكي عن ايه. هقراها معاكم بالطريقه اللي انا بقول عليها. All social animals need some methods of exchanging information. Human beings do that in many ways. One of these ways is bodily movement. They express agree. وهكذا تبدا تقرا ايه، بس بسبب طبعا تقفل صوت. ابص للباراجراف الاولاني بيقول ايه؟ All social animals need some methods of exchanging information. شايف؟ خلي بالك دي. ادي الباراجراف الاول بيتكلم عن ان كل الحيوانات حضراتكم يعني بتحتاج لطرق عشان تتبادل المعلومات بينهم وبين بعض. خلاص؟ تمام يا عم، يبقى احنا عرفنا انه دي بتحكي عن كده. الثاني، Even lower creatures such as insects use methods of exchanging information. الثاني ده بيقول لك حتى المخلوقات الدنيئة اللي هي أقل من الإنسان ليها طرق في تبادل المعلومات. يبقى هيتكلم في الباراجراف الثاني على الحشرات دي بتتبادل المعلومات مع بعض ازاي. الثالث، Of course the main difference between man's mission of exchange information and that other creation is spoken language. يبقى هو هنا بيتكلم على ايه؟ ايه الاختلاف في طريقة تبادل المعلومات بين الانسان وبين الحيوان؟ اخر حاجة بيقول لي، طبعا دي زي ما انتم عارفين ودي اسم الكونكلوجن النهايه، بيقول لي انه سواء كان الانسان او الحيوان كل واحد فيهم له طريقه مميزه لتبادل المعلومات. بعد ما عرفنا قراءه سريعه، عرفنا كل باراجراف بيتكلم عن ايه، تعالوا نقرا القراءه البحثيه. انا عايز اطلع منها الجمل اللي عندي. All social animals need some method of exchanging information. الحيوانات بيقول كلها الاجتماعية دي بيحتاج لها عايزة طرق لتبادل المعلومات. Human beings do that in many ways. الإنسان أو البشرية بيعملوا ذلك في طرق كثيرة. One of these ways is body movements، يعني حركات جسدية، يعني كلمة body. They express agreements nodding. أنت لما تكون يعني أنا أقول لك إيه يا عم تيجي معانا؟ موافق، اسمها nodding or by clapping by hands. ويستي طبعا ايه بيصفر كده يعني، بس انا ما بعرفش اصفر يعني. by smiling ابتسام، loving يضحك، دي كلها طرق بتعبر ان بيعبر على ايه الموافقه بتاعته. زي اكسبريس disagreement لو هو رافض صاحبنا ده by shaking his head، لا لا. زي show direction by pointing، انا مثلا عايز ايه الصوره اقول اهو، شايف الصوره دي؟ شايف الصوره دي؟ ايوه هي الصوره دي يا عم دي. تمام طيب. and they show size by holding their hands as the creation distance from each other. عايز تقول له، يقول لك انت عايز لك والله بطيخه بحجم ايه، واحد يقول له كده، ثاني يقول له كده، عايز تظهر هي بقى دي هنا عشان كبيره خالص اكتر من الله او كده. فده هنا انت ايه بتعمل ديك حركات باليد بتوضح بيها الحاجة.
بعد كده في الباراجراف الثاني ساب الناس وساب البني ادمين، قال لي كمان في المخلوقات such as insects الحشرات use methods of exchanging information. انت بس يعني عامل لي بيها في فيلم؟ لا، ده احنا الحشرات كمان عندهم فيها عندهم طريقة لتبادل المعلومات. peace اللي احنا like human beings live in organized groups، بتعيش في مجموعات منظمة. they tell each other where food is by carrying samples back to the hive. هم هنا طبعا عند حضرتك بيبدأ يعمل حركات يعني بالشوكة أو الإبرة اللي موجودة في الآخر دي في الظهر، يحركها شمال ويمين، بتبدأ تعرف يعرفوها طبعا سبحان الخالق يعني. زي شو زي هنا عايدة على مين؟ the distance، بيبينوا المسافة and direction of the food by dancing، يرقص الحركات رقص كده مع بعض. These dance are important the bees as they help them to know the sources of الحركات والرقص اللي بيعملوه ده بيبين لهم أماكن الطعام ومصدر الطعام. Of course the main difference between man's methods of exchanging information and that of other creations is spoken language. طبعا ايه الفرق بين يعني طريقتنا احنا كبشر والحشرات؟ ان هي احنا عندنا لغة spoken يعني لغة شفوية. Only man can speak، الانسان بس اللي يقدر يتكلم. Thus ولذا man alone can express idea and share knowledge with other human beings، يعني ممكن انت تقدر تشارك المعلومات بالاخرين عن طريق الكلام زي ما انا بتكلم مع حضراتكم الان. Social groups, human beings and other lower creatures depend on methods of great deal of social information، بنتعامل يعني مع بعض يعني معلومات كثيرة جدا. What also distinguish spoken language is that it's creative، يعني بيقول ان يعني ايضا ما يميز طريقه السبوكن لانجويج اللي هي التحدث بيع مع بعض ده ان هي كرياتيف يعني خلاقه ومبتكره وممتازه. every now and then من حين لاخر new methods and perhaps new structures are formed، من حين لاخر بتبدا عندنا حضراتكم تظهر اشياء ثانيه وطرق اخرى نقدر احنا من خلالها نبدأ نوصل لهذه النتائج. تعالوا نشوف حضراتكم كده مع بعض في الأسئلة يعني اللي موجودة عندنا في القطعة الأولى. People indicate refusal by، هنا يعبر الناس عن طريق رفضهم للأشياء إزاي؟ shaking heads، هز دماغك، nodding heads، clapping يسقف، ولا shake hands سلم عليك يقول لك ازيك اهلا. طالما هو رفض يبقى هيعمل ايه؟ يبقى اهي اللي احنا بنقول عليه. لا creature include، ما تشعر الحيوانات او الحشرات اللي هي لو اقصد الكائنات اللي هي اقل مكانه مننا. مين دي؟ هتلاحظ ان هو ما ذكرهاش بوضوح، لكن انت اللي اقل منك هتبقى عباره عن ايه؟ اللي هي animals and insects اللي هي الحيوانات والحشرات. The best suitable title، افضل عنوان للقطعه، ده من ضمن الاسئله المتوقعه ان يقول لك ايه العنوان المفيد لهذه القطعه. إيه طبعا انا عشان ما ناخدش هتكلم على verbal and non-verbal communication اللي هو بيسموها طرق التواصل الشفوية وغير الشفوية. The underlying pronoun they تشير إلى إيه زي دي؟ طبعا كان بيتكلم ساعتها على النحل، يبقى تشير إلى النحل. What is the main difference between human and other creatures؟ الفرق بين الإنسان والمخلوقات الأخرى، إيه الفرق يا حضرات؟ ها؟ أيوه سامعك أنا، تمام فعلا اللي هي عملية السبوكن اللي انت حضرتك في رقم سي موجودة عندنا. According to the passage which of these sentences is not true. شفت النوع ده؟ شفت النوع ده؟ ده في ثلاثة، الجمل الأربعة دول فيهم ثلاثة صح وواحدة بس غلط. مين فيهم؟ ها؟ هتلاقي دي اللي بيقول bees cannot show the direction، إن النحل لا يستطيع أن يوضح اتجاه الطعام.
the underlined word methods او الكلمه اللي لونها احمر دي can replace by كلمه methods يعني طرق ممكن اشيلها واحط مكانها كلمتي. ايوه كويس البنت اللي قالت اللي هي كلمه ويز. حضرات الساده احنا طبعا حبينا يعني برضو عدم الاطاله، مجرد اهو يعني 10 دقائق ربع ساعه علشان اتكلمنا فيها على الخبره. هعمل لكم محاضره ثالثه نتكلم فيها على الترجمه، وانتوا لو محتاجين يعني اي حاجه تواصلوا معايا، لو محتاجين اي حاجه في الجرامر تواصلوا معايا، وانا انا عارف عايز حضراتكم تركزوا في الجرامر على البوزيتيف، ركزوا على البوزيتيف اللي هو الجمله السببيه في المعلوم وفي المجهول دي جاي فيها سؤال. الثانيه اللي انا عايز اخلي بال حضراتكم الوحده رقم 5 يونت 5، يونت 5 ركزوا عليها الافعال التي ياتي بعدها تو زائد المصدر واي ان جي واللي بتاخد الاثنين والتركيبات وهكذا، والفعل ريكوماند والفعل ريكوماند وسجست يجي وراهم، لو كان وراهم ذات يجي وراهم ايه؟ طب ما فيش ذات يجي وراهم ايه؟ آه. الفعل اللي بيجي بعدهم يجي يكون شكله ازاي؟ ذاكروا كويس. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. القاكم في المحاضره الثالثه مع الترجمه ان شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم انا تليفوني 011 421 6121 9 والواتس عليه برضو، وحاولوا تشاركوا الفيديو في أكثر من مكان عشان الفايدة تعم كل الناس، وإحنا في انتظار حضراتكم لو محتاجين أي سؤال. سلام عليكم.